أعتبر لكم هذا الفيديو التعريفي بشكل ارتجالي. سأتحدث معكم أين، كيف، ولماذا تعلمت اللغة العربية، ما أصلي الحقيقي، ما العبارات الأولى التي حفظتها. سأتكلم قليلا عن أسرتي. اسمي ماريا. هناك خيارات مختلفة لإسمي في ثقافتي في اللغة الأوكرانية. يمكن أن تقولوا ماريتشكا، ماروسيا، مانيا، ماسا، موسى، ماريسابيل، ماشا، ماشونيا، ماريكا، ماري. هل تعرفون الرسوم المتحركة ماشا والدب؟ ماشا هي نفس اسمي ولكن باختصار. أنا أوكرانية الأصل، كل أقاربي أوكران. تتكون أسرتي من أبي وأمي وثلاثة إخوة أولاد. أخواني أكبر مني وأخ واحد أصغر مني. في الحقيقة كانت لدي أربعة إخوة، لكن الأخ الأول، الطفل الأول لوالدي غير موجود، يعني توفي وكان عمره 13 عاما رحمه الله، لا أتذكره ولا أعرف، فقد رأيته في الصورة. كذلك أنا متزوجة، لدي زوج وبنت. أما أسماء أفراد أسرتي فأبي اسمه فولوديمير أو باختصار فوفا فولوديا. اسم أمي لودميلا أو باختصار لودا. أسماء الإخوة الثلاثة أندري، ماكسيم، كولا. كولا كذلك اسم لزوجي. كولا اسم مختصر، اسم كامل ميكولا بالأوكرانية. وبنتي تعرفونها يوستينا. يوستينا يعني بالعربية عادلة، عادلة. حسنا، ماذا أيضا سأقول لكم عن عمري؟ أنا ابنة 31 ربيعا، أشكر الله على سنوات عمري. حسنا، الآن سأرد على سؤالكم المنتشر في التعليقات تحت كل الفيديوهات. تسألونني كيف وأين ولماذا تعلمت العربية، لماذا اخترت هذه اللغة. أصدقائي، باختصار، من لا يريد أن يسمع هذا الفيديو المطول إلى النهاية، سأقول لكم إنني تعرفت على اللغة العربية في سنة 2008، يعني ثمانية. أولا كنت أتعلم اللغة العربية الفصحى بمجهود ذاتي، بعد ذلك درستها في الجامعة، الجامعة الأوكرانية اسمها جامعة كييف الوطنية للغات. وبعد تخرجي في هذه الجامعة درست في جامعة قطر لمدة سنة دراسية واحدة أو لمدة 8 أشهر. هذا باختصار، يعني تعلمتها بمجهود ذاتي، بعد ذلك في الجامعات، وما زلت أتعلم اللغة العربية، ما زلت أتعلم لغة الضاد كل يوم، لأنها محيط لا ساحل له. لغة الضاد غنية جدا، لذلك أتعلمها وأحاول تحسين مهاراتي اللغوية كل يوم. والآن لمن يريد أن يستمع إلى القصة الكاملة
فأهلا وسهلا بكم، سأبدأ الآن. في سنة 2008 كنت تلميذة في المدرسة، وكنت في الصف العاشر، وفجأة تقول أمي لي ولإخوتي إننا سنتقدم بطلب جوازات سفر للسفر إلى الخارج. ماذا حدث؟ كانت أمي تعمل في مبنى المرجل الكبير الذي يقوم بتدفئة المباني السكنية والمدرسة وروضة الأطفال في قريتي، يعني مبنى كبير وفيه مرجل غازي، وأمي كانت تعمل فيه كمشغلة كمراقبة. وكان هناك زملاء آخرون، وفجأة سمعت أمي أن أحد زملائها قرر أن يأخذ أطفاله للإجازة إلى تركيا، إلى خارج أوكرانيا. وأمي اندهشت وكانت تقول: أشفق على أطفالي الذين لم يروا أي شيء غير القرية التي نعيش فيها، غير محافظة كييف. في تلك الفترة الصعبة كانت أمي تجني قرشا إلى قرش، قرشا إلى قرش، بالأوكرانية كوبيكا إلى كوبيكا، هريفنة إلى هريفنة، هريفنة عملة أوكرانية، كانت تجمع لترميم الشقة، وكانت توفر وتدخر، ولم تشتري لنفسها أي شيء، بل أخذت كل قرش في مكان وجمعت وجمعت لترميم الشقة. ولكن عندما عرفت أن أحد زملاء في العمل سيهدر أطفاله للاسترخاء طلبا للراحة والاستجمام إلى تركيا، أشفقت على أطفالها علينا وقالت إنها ستصرف كل الأموال التي جمعتها لترميم الشقة للسفر إلى الخارج، لتأخذنا إلى الخارج. وكانت تواصل جمع القروش، ولكننا لم تكن لدينا جوازات سفر. أخذتنا أمي إلى مدينة بوريسبيل إلى مكاتب لإصدار جوازات السفر، ويعني ملأنا هناك كل الاستمارات، كل النماذج، والتقطوا صور من وجوهنا، وبدأنا ننتظر إصدار جوازات السفر. يعني كانت أمي وما زالت هادفة جداً. وأخيرا استلمنا جوازات سفر، وسمحت لنا الإمكانية للذهاب لنا بالذهاب إلى الخارج. أخذت أمي كل الأموال التي جمعتها لترميم الشقة واشترت تذاكر السفر إلى مصر، إلى شمال إفريقيا. يعني كنا فرحين وسعداء جدا. نحن لم نعرف إلا اسم الوطن العربي، لم نعرف إلا اسم اللغة العربية، لم نعرف أي أماكن إلا قريتنا ومحافظة كييف التي نعيش فيها. لكن هنا فجأة
أمي تأخذنا إلى مصر. اشترت تذاكر السفر من شركة سياحية All Inclusive. ذهبنا إلى مرسى علم لمدة أسبوع واحد. تذاكر السفر شملت على تذاكر الطائرة ذهابا وإيابا والعيش في الفندق والأكل أكثر من 3 مرات، يعني كان هناك فطور غداء عشاء، وكذلك استطعنا أن نأكل طوال النهار. هناك ازداد وزننا كثيرا. ذهبنا إلى البحر الأحمر إلى مصر بفضل أمي، وبسببها انقلب العالم في دماغي رأسا على عقب. أنا رأيت عالما آخر، تعرفت على ثقافة أخرى، كنت أستمع إلى لغة غريبة بالنسبة لي وأعجبت بها، يعني أعجبتني جدا أصوات اللغة. وكذلك نظرت إلى كتابات مختلفة، إلى لوحات، ما شاء الله، كل هذه الكلمات وكأنها زخارف، زخارف الصقيعة على النوافذ في الشتاء في أوكرانيا. كانت جميلة جدا هذه الخطوط العربية، وأنا شغفت باللغة العربية، بالخطوط العربية، بالموسيقى، بالثقافة الشرقية. كل شيء كان جميلا ورائعا بالنسبة لي. قبل سفرنا إلى مصر أردت أن أصبح طبيبة، ولكن بعد السفر إلى مصر تغير كل شيء في دماغي، وهذه الرحلة وسعت أفاقي، وسعت بالي، عرفت أشياء جديدة بالنسبة لي. وهناك في مصر تعرفت على اللغة العربية لأول مرة في حياتي. لم أعرف هذه اللغة إلا اسمها. اللغة العربية موجودة في العالم، نعم، ولكنني لم أتعمق في الموضوع. اللغة العربية في أوكرانيا ليست منتشرة على الإطلاق. في المدارس نتعلم اللغة الإنجليزية، في بعض المدارس يدرسون أيضا اللغة الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، ولكن في المقام الأول اللغة الإنجليزية. أما اللغات الشرقية فهي قليلة جدا، ربما في العاصمة فقط. في مصر عندما استراحنا، عندما سبحنا في البحر، خطرت ببالي فكرة، والله لماذا هنا فقط أستريح ولا أطور الذات، لا أطور عقلي، ذاكرتي، لماذا أريد أن أستزيد علما دائما؟ لا أستطيع أن أخلد للنوم ولم أتعلم أي شيء جديد اليوم. وشغفت بالعربية، أغرمت بها جدا، وبدأت أتعلم كلمة كلمة، وبدأت أسأل الموظفين في الفندق هذه الكلمة أو هذه العبارة. سألتهم باللغة الإنجليزية التي تعلمتها في المدرسة، سألتهم كيف تقولون بالعربية هذا، My name is، كيف تقولون I am from Ukraine. والعبارات الأولى التي حفظتها عن ظهر قلب باللغة العربية كانت
طبعا اسمي ماريا، أنا من أوكرانيا، لا أتكلم باللغة العربية. ها هي الجمل الأولى التي حفظتها، وكذلك حفظت مرحبا كيف حالك. وبمجرد تعلمي هذه العبارات بدأت أطبقها مع الجميع، يعني أقبلت على شخص وقلت مرحبا كيف حالك، اسمي ماريا، أنا من أوكرانيا، وهم بدأوا يقولون شيئا كثيرا، أشياء كثيرة بالعربية، وأنا مستغربة ومنذهلة وأقول لا أتكلم باللغة العربية، يعني فهمتم. وكذلك بدأت أتعلم كلمات شكرا، عفوا، أهلا وسهلا بكم، أعداد، 1 2 3. كنت أكتب الكلمات بالعصا على الرمل على شاطئ البحر لكي أحفظها وأنا أتشمس. بدأت أكتب الكلمات على يدي لكي أحفظها. بدأت أستمع إلى الجمهور، إلى الآخرين، وتعلمت وتعلمت، وشعرت بوجداني بكياني بأن اللغة العربية قريبة من قلبي ومن روحي، لا أعرف، ولكنني شعرت بأن شيء يعني استيقظ من داخلي، وكنت متحمسة جدا. سألت هناك، حفظت شيء جديد هناك، وأخذت المفكرة وكتبت هذه الأسئلة الأجوبة، يعني كنت فضولية جدا جدا. أصدقائي، قد مضى أسبوع واحد وحان الوقت لمغادرة مصر. كنت حزينة جدا، كنت حزينة، لم أريد أن أترك هذا البلد، أردت أن أبقى هناك لمدة أطول، ولكن الحمد لله على الأسبوع، الحمد لله على تلك الفرصة بفضل الله وبفضل أمي التي اختارت مصر وليس تركيا مثلا مثل زميل لها في العمل. وفي المطار في الغردقة أعتقد، كنت حزينة وبكيت كثيرا، ولم أريد أن أتفرق مع اللغة، مع هذه الأشياء. وهناك في المطار تعرفون كثير من الدكاكين، كثير من المحلات يمكن أن نشتري هناك تحف تذكارية، هدايا، وفي كل دكان كنت أرجو المعذرة، الآن سأتمالك نفسي. كنت أسأل هل عندكم كتاب لتعلم العربية للأجانب؟ لم يكن أي كتاب، أي كتاب، أي شيء، لم يكن. قلت أنا من أوكرانيا، ولكن يمكن أن يكون الكتاب ليس عربي أوكراني، لأن اللغة الأوكرانية ليست منتشرة ولكن في العالم. ولكن سألت حتى ولو كان الكتيب بالروسية والعربية، لأننا الأوكران
نعرف اللغة الروسية منذ صغرنا. التشابه بين اللغة الروسية والأوكرانية 60%، بين اللغة البيلاروسية والأوكرانية 80%. نحن نفهم ونستطيع التحدث بالروسية أيضا بسهولة، لكن الروس لا يستطيعون التحدث بالأوكرانية لأن الأوكرانية بالنسبة لهم أصعب وأكثر تعقيدا. حسنا، هذا موضوع آخر. كنت أتساءل أين يمكن أن أجد كتابا، أريد أن أتعلم العربية عندما سأرجع إلى وطني وأصدقائي. في ذلك الوقت كانت الحياة صعبة جدا، لم تكن عندنا هواتف جوالة، لم يكن عندنا إنترنت في القرية، ولحزن الحظ كنت مصرة، ذهبت إلى دكاكين مختلفة، ولحزن الحظ وجدت مكان كان فيه كتيب صغير. الآن هو بين يدي، هنا نرى أهرامات، وهنا مكتوب باللغة الروسية كتاب تفسير العبارات الشائعة بالروسية والعربية سنة 2004. وهنا للأسف الشديد صورة موسكو، عاصمة الدولة المعتادية التي تقتلنا الآن، التي شنت الحرب علينا، ولكن لا تهمني هذه الصورة. أهم شيء هذا الكنز، هذا الكنز الذي وجدته في المطار، مؤلف بسيوني ناصف، ناصف بسيوني، القاهرة. حتى توجد هنا بقعة من السوائل من الماء، لا أعرف يعني لهذا الكتيب تاريخ كبير. سأعرض عليكم هذا الكتيب عن كثب بالكاميرا بعد حديثي. لم يكن هذا الكتيب على رفوف منتجات للبيع، هذا الكتيب كان للبائعة. وكم طلبته أن يعطيني إياه، قلت أنا لا أريد هذا كهدية، سأشتري منك هذا الكتيب، أرجوك أعطيني. وأخيرا أخيرا أقنعته وأعطيت بعض النقود، لا أتذكر، ربما 5 دولارات. وكاد قلبي يطير في السماء من السعادة. بدأت قصتي في الغوص في اللغة العربية من هذا الكتيب. عندما رجعت إلى أوكرانيا حاولنا أن نطلق الإنترنت في بيتنا، كان ضعيفا جدا، لكننا كنت رضينا بالصغير بالقليل. وطلبت أخي المتوسط ماكسيم أن يطبع لي أي معلومات من الإنترنت التي تخص اللغة العربية. كنت أطلب منه وكان يطبع لي من الإنترنت الأبجدية العربية. كنت أتعلم، أخذت الدفتر الجديد وكنت أحاول أن أكتب شيئا. وكذلك يعني كنت أطرز، حتى طرزت اسمي باختصار اسم ماشا على حقيبتي،
نعم، وكنت يعني كنت مدمنة على اللغة العربية، وكل مرة حاولت أن أتعلم أشياء من هذا الكتيب، كذلك حاولت أن أتعلم شيئا من الإنترنت، من الفيديوهات، من المقالات الموجودة هناك. وعندما رجعت إلى المدرسة، عندنا يدرس التلاميذ 11 سنة في المدرسة، بعد ذلك يلتحقون بالجامعات، 4 سنوات للحصول على مستوى البكالوريوس، وسنة أو سنة ونصف أو سنتين مستوى الماجستير. وعندما أتيت إلى أوكرانيا وكنت في الصف العاشر والصف 11 هو صف أخير، كنت أفكر في مهنتي للمستقبل، ماذا سأفعل بعد التخرج في المدرسة الثانوية. ورجعت وقلت لا أعود أريد أن أصبح طبيبة، أحب الطب وما زلت أحب الطب. لكنني في ذلك الوقت أدركت بأنني حساسة جدا لهذه المهنة. لا قدر الله حدث شيء بالمريض، مثلا على طاولة عمليات جراحية، فهذه كارثة بالنسبة لي، سأصبح شيباء وأنا شابة، وهذا سيؤثر كثيرا على صحتي. وقررت أن أترك الطب لأنني حساسة جدا من الداخل. قررت أن أربط حياتي بشكل رسمي باللغة العربية، وبدأت أتصفح ما إذا كانت هناك مؤسسات دراسية تعليمية، هل هناك تعليم عالي لتعلم اللغة العربية. ووجدت، الحمد لله، وجدت في العاصمة الأوكرانية مدينة كييف جامعتين اثنتين، جامعة كييف الوطنية للغات وجامعة كييف الوطنية باسم تراس شيفتشينكو. تراس شيفتشينكو هو كاتب شاعر أوكراني بارز جدا مشهور. وانتسبت، التحقت بجامعة كييف الوطنية للغات بعد المدرسة. الحمد لله، كنت سعيدة جدا، و يعني تعلمت بجهد، بذلت قصارى جهدي لأعرف أكثر وأكثر. وكل تلك الأشياء التي علمونا في الجامعة كانت غير كافية بالنسبة لي. ذهبت إلى المكتبة وطلبت الكتب المختلفة، ودائما الكتب في القواعد العربية، في النحو والصرف، كانت على المكتب. وأنا في وقت الفراغ دائما جلست إلى الطاولة وقرأت، تصفحت هذه الكتب واستمتعت كثيرا. وعندما كنت في السنة الثانية في الجامعة، سافرت إلى الأردن. وكذلك يعني إذا تحدثنا عن الدول العربية التي زرتها في حياتي، فهي دول، يعني 4 دول فقط: مصر والأردن والإمارات، الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر. 4 دول. ولكن الوطن العربي يحتوي على 22 دولة، وحلمي أن أزور كل دولة عربية في حياتي. أتمنى أن يسمع الله رغبة قلبي إن شاء الله. وعندما
عندما نتحدث عن حبي الجدي للغة العربية، أريد أن أقول لكم، في يوم من الأيام عندما درست في الجامعة، أخذنا أخي المتوسط ماكسيم إلى المتزلج، نعم، إلى المزلجة، وكنت أتزلج على الجليد، وفجأة سقطت أرضا وضربت الأرضية الجليدية برأسي، وكنت مستلقية على الجليد، وأمام عيوني كل شيء ظلام مظلم، وشعرت بألم كبير جدا، وكنت مستلقية لمدة، يعني لا أعرف، أكثر من دقيقة. واقترب مني ناس كثيرون، ومن بينهم أخي المتوسط وأخي الصغير، وقاموا بمساعدتي، أخذوني لأقومة وقربوني من السياج. والفكرة الأولى بعد سقوطي على الجليد كانت، لا قدر الله، طارت اللغة العربية من دماغي بعد هذا السقوط. وعندما قربوني من، يعني قادوني إلى سياج لأمسك به، كنت أترجم أفكاري الأوكرانية إلى اللغة العربية لكي أتأكد من أنني لم أفقد هذا الكنز. هل تتخيلون ذلك؟ الفكرة الأولى كانت عن اللغة العربية، لم تكن عن ما إذا كانت الجروح في رأسي، أو ربما سالت الدموع، أو ربما كسرت يدي أو رجلي، ولكن كانت هذه الفكرة عن اللغة العربية. أصدقائي، تخرجت في جامعة كييف الوطنية للغات، حاصلة على مستوى الماجستير التعليمي في سنة 2016، يعني التحقت بالجامعة في سنة 2010، وتخرجت فيه في سنة 2016. وبعد ذلك، بفضل معلمية في الجامعة، حصلت على مهنة، ليس مهنة، أقصد منحة دراسية للدراسة المجانية لمدة سنة واحدة دراسية، سنة دراسية واحدة في جامعة قطر. كان هناك البروفيسورون الذين اقترحوا علي هذه الفرصة، لأنهم يروني عاشقة للعربية جدا جدا، قبل كل شيء اللغة العربية في حياتي. والحمد لله حسنت مهاراتي اللغوية في قطر. طبعا كنت أفتقد أقاربي جدا، لأنني في ذلك الوقت تعرفت على زوجي، على أولا خطيبي، بعد ذلك زوجي كولا، وقبل سفري إلى قطر تعرفنا على بعضنا البعض، وكان الفراق صعبا جدا، وكولا بقي هنا وانتظرني حتى أرجع إلى البيت، إلى أوكرانيا، ونتزوج، يعني هكذا. لكننا تزوجنا يعني متأخرا، تزوجنا بعد 6 سنوات من التعارف هكذا. ماذا أيضا أردت أن أقول لكم، أشياء كثيرة كثيرة. طورت في جامعة قطر كثير من المهارات، التحدث، الكتابة، الاستماع،
والقراءة كل شيء، وما زلت أتعلم هذه اللغة. يجب أن تكون اللغة العربية دائما على لساني، دائما يجب أن أمارسها. عندما يسألونني ماريا، وبعد كم شهر بدأت تتحدثين بالعربية؟ بدأت أتحدث بالعربية من أول كلمة حفظتها. تعلمت كلمة مرحبا، بدأت أطبقها حتى تحدثت مع الحيوانات. مرحبا كلب، مرحبا قط، مع الطيور، مع أقاربي الذين لم يعرفوا. يعني كنت أطبق دائما. وكذلك نسيت أن أحدثكم قصة عن بصري، عن عيوني. كان بصري ضعيفا جدا، وأخذني أبي، يعني كنت تلميذة في المدرسة قبل التحاقي بالجامعة. أردت أن تكون لدي شهادة توثق ارتباطي بالعربية، لذلك التحقت بالجامعة، دخلت الجامعة. قبل دخول الجامعة أخذني أبي إلى كييف، قلني بالسيارة إلى المستشفى لأن بصري كان ضعيفا، وأردنا أن نفحص بصري. وأتينا إلى المستشفى، وعرف أبي أن طبيب العيون هناك هو رجل من سوريا، يعني شخص عربي اسمه سهيل. سهيل أتذكره جيدا. تعرفون أوكرانيا مشهورة في الوطن العربي يعني لطبها، وكثير من العرب من الدول المختلفة يأتون إلى أوكرانيا لدراسة الطب ويصبحون الأطباء، وبعضهم يبقون يستقرون في أوكرانيا، وسهيل من بين أولئك الأطباء العرب. درس في جامعة بوهومولت كما أتذكر الطبية. وعرف أبي أن الطبيب يعني سوري، وقال لي: ماريا ابنتي، هناك طبيب العيون الذي سيفحص بصرك عربي، ادخلي المكتب وتحدثي معه بالعربية. أقول: حاضر حاضر، لأنني أحب العربية. دخلت المكتب مع أبي وقلت: مرحبا، كيف حالك؟ اسمي ماريا. وهو مندهش جدا، عيونه كبيرة، وبدأ يسأل أبي: هل هي تعرف الأوكرانية؟ هل تفهم اللغة الأوكرانية؟ أم هي عربية؟ لا أفهم. بدأنا نضحك كثيرا، لأنني قلت للطبيب كل العبارات التي عرفتها بالعربية. ضحكنا لأن أبي يقول: طبعا تعرف الأوكرانية، لأنها أوكرانية ليست عربية، بل تحب اللغة العربية، فتاة أوكرانية عاشقة للعربية. وبعد ذلك الطبيب سهيل، الله يبارك فيه، قال لنا: لا تتركوا العربية، لأن نطق ماريا سليم، وأرى مستقبلها المشرق المتعلق بالعربية. كان كلامه نقطة أخيرة في اتخاذ القرار النهائي بأنني سأتعلم العربية في الجامعة. لماذا قررت أن أتعلم العربية؟ شغفت بها من أول صوت سمعته، من أول كلمة رأيتها. شغفت باللغة، وشعرت بأنها قريبة من قلبي، وأردت أن أصبح جسرا بين أوكرانيا والعالم العربي.
الحمد لله على هذا القرار. شكرا للجميع من شارك في هذا. طبعا أرتكب الأخطاء، طبعا هذا الطبيعي، لكنني أحاول أن أتعلم كثيرا. حتى الآن عندي وقت الفراغ قليل، لكنني وعندي إجازة الوضع، ولكنني أريد أن أحسن لغتي العربية. وأحيانا في الفيديوهات أسألكم كيف تسمون هذا أو هذا. أرجوكم أن تكتبوا لي في التعليقات، لأنني فعلا أشكر كلكم وجميعكم على هذه المساعدة. أريد أن أعرف، ودائما أقرأ التعليقات وأستخرج منها مفردات وعبارات جميلة. والآن حان الوقت لأعرض عليكم بعض هذه الكتيبات وشهادات. كذلك هنا وضعت بعض الكتب باللغة الأوكرانية، كتبي. وهنا كتاب الأول، كتاب الدراسة الأول من الجامعة، سأريكم الآن. لحظة.